بخصوص المهرجان المسرحي الرابع في شمال سوريا، هناك 9 عروض مشاركة في هذا المهرجان. المهرجان سيدوم على مدى 12 يوما، يوم افتتاحية ويوم ختام و9 أيام للعروض. العروض جميعها تناولت مواضيع شتى، هموم ومشاكل وآلام المجتمع السوري والمجتمع العربي بشكل عام حتى الكردي. كان هناك 17 عرض مسرحي مرشح للمهرجان، فتم انتقاء 9 عروض مسرحية بعد المشاهدة لهذه العروض. تحكي طبعا المسرحيه تتكلم احنا عن الوضع الست سنوات اللي عاشته مدينه الرقه، خاصه بالظروف اللي عاشته داعش. طبعا المسرحيه هي ضمن مدينه مدمره، مدينه كان فيها هؤلاء الظلاميون. طبعا ياتون اثنين شخصين ليسهروا بعيد ميلاد احد الاصدقاء، فجاه تنهض احد الاموات من المقابر وبلشوا يحكونهم عن الأوضاع، شو عملتوا بالبلد، شو عملتوا، لوين وصلتوا هالبلد، المدينة المدمرة ولا آخره.